قصد تأطير الشباب الهواة وخاصة النساء نظمت جمعية بيكسل للبحث في فن التصوير الضوئي والإبداع الفني الممول من طرف صندوق دعم الثقافة الإفريقية وبالتنسيق مع جمعية تاج المدينة لمدينة المشرية النشيطة في كل المجالات دورة تكوينية في فن التصوير الفوتوغرافي للنساء لمدة 4 أيام بمركز الثقافي فرانس فانون لمدينة المشرية تحت شعار نساء يعرضن أعمالهن الفوتوغرافية. والهدف من هذه الورشة هو تأطير الشباب الذي يريد تكوين في التصوير من خلال ورشات نظرية وتطبيقية وحصص خاصة لمعالجة الصور الرقمية. هذه الفئة هذه اللي نتكلم عليها فئة أخرى، فئة جديدة مؤخرا كانوا الكاميرات الحاجة اللي نبدأ بها الأولى كمصور مبتدئ، يعني هي الكادراج تاع صورة، تأطير تاع صورة. هذا هو هادو كي تكون تصور وانت تخيلوا في المخيله تاعك، ما كاش في لابار. استفدنا من هذا التكوين في تعلم التصوير والتقاطها ومعالجه الصور وتحضيرها وطبعها وحتى كيفيه نشرها في المواقع. جمعيه في مجال الفوتوغرافي سواء تحقق في المجال الميداني اللي تخدمي عليه، تحقق في المجال اللي تسكني زعما تبغي. عليكم، انا منال آية خاتيري، المتربصه في جمعيه نادي الثقافي والمشاركه في تاج المدينه، في جمعيه تاج المدينه التي اسسها حكيم التاج. رانا في دورتنا الاولى على المستوى الولائي للفوتوغراف للصور اللي تاسست ولاول مره في المشريه التي تضم النساء. الاقبال ممتاز مع ثاني اساتذه اللي جاوا ما شاء الله عليهم، قدرنا ندوم من عندهم بزاف استفادات منهم كاول مره ندوم لهم ليزون فورماسيون جدد وزيد يتكسب الاكسبيريونس في المجال اللي كتخدم لي كوتش. الا كي عندي تركز على نظره العين. انا التصويره راهي هي رساله في حد ذاتها، خصوصا الاوضاع اللي راها تعيشها غزه. هنا نشوفوا هنايا هاد الاخت يعني راهي شاده الخوت نتاعها وخوف، هنا تعبير على يعني واش راه تحس، واش راه يصرى في غزه، واش راهم يحسوا اطفال غزه ولا نساء. عضو جمعيه بيكسل اللي راها منظمه هذا المعرض هنا في مدينه المشريه مدينه المضيافه، رانا منظمين النساء يعرضن اعمالهن الفوتوغرافيه انها تعرض تعطينا صوره من الصور اللي تقتصهم ونديروا لهم معرض جماعي لهم كاع. هذه هي باش تكون ان شاء الله تكون انطلاقه لل يعني هذا المجال تاع التصوير الفوتوغرافي. نتمنى لهم كل النجاح. زوم بريزونت افرا ياسين، رئيس جمعيه بيكسل للبحث في التصوير الضوئي والابداع الفني، عين صفراء، بدعم من افريكان كلتشر فاند انطلقنا في تظاهره النساء يعرضن اعمالهن الفوتوغرافيه لفامس اكسبوس. التظاهره هذه مخصصه للمراه، فيها ورشات نظريه وتطبيقيه في الصوره الفوتوغرافيه، خرجت فوتوغرافيه معارض. التظاهره هذه متقسمه على 3 محطات، عندنا بلديه مشريه، بلديه نعامه، وبلديه عين صفراء. انطلقنا في 2 نوفمبر هذا الفارط هنا في مشريه بالتنسيق مع جمعيه تاج المدينه هنا في المركز الثقافي فرانس فانون. التظاهره كان فيها مكونين مختلف، كما نقولوا مكونين في مختلف التقنيات تاع التصوير، كاين التصوير بالهاتف، كاين المعالجه الرقميه للصوره، تصوير العرائس وانتاج المحتوى الهاتف. التظاهره هذه اليوم رانا في الاختتام لو 5 نورمالمون لو 5 نوفمبر. التظاهرة تختتم بمعرض جماعي للمشاركات بصور ملتقطة أثناء التظاهرة. رانا أنا نطلق روشاش دوكا، رانا نبلاصو في الفوتو، وغادي يكون في آخر التظاهرة التكريم وشهادة المشاركة، ونكرموا بعض المصورين هنايا، مصورين معروفين مشهورين والقدام تاع المنطقة تاع بلدية المشرية. وفي الأخير قامت الجمعيتين
جمعية بيكسل وجمعية تهجم المدينة بتكريم بعض قدماء المصورين كالمصور القديم الجلالي عمري والمصور الأقدم محمد بوخاري. حكايات مع بن عمان بختي المخرج سد لكم قاعدوا الكاميرا وحسبوا ما جاوش لي. ايوا هذه هي ونتمنى لكم النجاح ومشوار زين ان شاء الله للجميع. الله يحفظكم كاع ان شاء الله. شكرا. زيد منا زيد تكلم منا. لقي هذا التكوين إقبالا كبيرا من طرف نساء مدينة المشرية وكان ناجحا وتمنى أن تكون ورشات أخرى ويريدون المزيد لكسب مبادئ أساسية في عالم التصوير والخبرة في الميدان والعمر لما هو التطور التكنولوجيا الحديثة. وقامت جمعية بيكسل للبحث في فن التطوير الضوئي والإبداع الفني بمنح شهادات للمتربصات نساء مدينة المشرية. السلام عليكم. المبادرة اللي قامت بها جمعية بيكسل وجمعية تاج المدينة المدينة المشرية خاصة بالتصوير الفوتوغرافي معرض خاص بالآلات القديمة للتصوير الفوتوغرافي. ضيف على ذلك كاين عارضين اللي عرضناهم عندهم مسيرة طويلة في الصورة الفوتوغرافية. كان ضمن معرض كدورة تكوينية خاصة بالنساء فقط بالصورة الفوتوغرافية تحت شعار نسائي عرضنا آلة من الفوتوغرافية. والهدف منها هدفين. الهدف الأول هو تعليم الفتاة التصوير الفوتوغرافي كمهنة لتصوير الأعراس والأفراح وما شابه ذلك. والهدف الثاني هو خصصنا الفئات الحرفيات النساء الحرفيات لتعلم كيفية تصوير المنتوج تاعهم والتصوير السوشيال ميديا. نتمنى كي تصور المنتوج تاعها مليح وتسوقها. الحاجه الاولى نشكروا الجمعيه تاع تاج المدينه اللي ساهموا معنا باش نشروا هذه التظاهره. بارك الله فيكم. السلام عليكم. نشكروا جمعيه بيكسل على هذه الدوره التدريبيه اللي دارتها لنا في المشرية. ان شاء الله نتمنى تكون كانت ناجحه واستفدتوا منها. رساله حنايا بغينا نوصلوا الرساله تاع فلسطين والتضامن تاعنا المطلق معها. كيف وصلنا حوشنا انا ندير انتام اللي يعبر على هذا الشيء.